أحيت قرية ألبو جواري في قضاء بيجي شعائر ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأكد المشاركون أن هذه المناسبة الأليمة تعد دليلا على وحدة العراقيين وتلاحمهم ضد كل أفكار الغلو والتشدد. قاموا أهالي منطقة قرية أبو جواري في بيجي بنصب موكب عزاء بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الحسين. هذا من ما يدل على نبذ الطائفية ودليل على روح الأخوة والتعاون والتكاتف واللحمة الوطنية، وهذا أيضا يدل على أن الإمام الحسين لكل الطوائف ليس لطائفة واحدة أو طائفة معينة، دليل على الإنسانية. الإمام الحسين مبدأ الإنسانية، مبدأ الأخوة. من قضاء بيجي قرية البجواري الأربعينية باستشهاد أمامنا الحسين، يصير إيد وحدة، وإن شاء الله كل مناسبة كل عزاء إحنا حاضرين وحدة إيد وحدة. خدمة واستشهاد أربعينية الإمام الحسين، وهو هذا الموكب أولا طبعا ينبذ الطائفية في قضاء بيجي وبالعراق عمومة، والمواكب متواجدة في قضاء بيجي وقضاء الصينية وقرية البجواري، ونشكر كل من ساهم بحماية الموكب وتواجدهم بالموكب.